الحمد لله ونسأله أن يحسن الخواتيم وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. قال هؤلاء الكفار عاشوا في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، آتيناهم سمع وبصر وفكر وقلوب وعقول، عطلوها ما أحسنوا استعمالها. فاليوم نقول لهم فتحوا فتحونا، عرضنا جميع الذين كنا عرضه فتح عينك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم أحسن استعمال البصر. ما رضيت تحسن استعماله كذا كذا سنة، أنت مقلق، اليوم استعمله تمام، شوف شوف ما كنت تكذب، شوف ما كنت تنكر، شوف ما كنت تجحد، فتح بعينك يلا بسم الله شوف. وإذا سمعك دي تتصامم به عن كلام الله وعن كلام الصالحين وعن كلام العارفين وعن كلام الأولياء ما يعجبك، تتولى عنه، خلوا ينفتح دالحين، ها اسمع اسمع زفير جهنم اللي كنت تكذبه، ها اسمع غليانها، اسمع غليان الزقوم فيها، غليان الحميم فيها، اسمع أصوات عقاربها وحياتها، اسمع اللي كانوا صدقوا واستمعوا لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. وانت ذا الحين هاي شغل سمعك اللي ما رضيت تسمع من أول. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وفي هذا إشارة إلى أن أرباب اليقين وأرباب النور يشاهدون معاني للذكر لا يشهدها هؤلاء المحجوبون ولا الغافلون. انفتحت أعينهم لذكر الله، فبداية يحسنون التأمل في الكائنات، يحسنون التأمل في الآيات، يفرحون إذا تأملوا معاني الآيات، إذا حصلوا درس في التفسير، وإذا قرأوا كلام المسلمين، وإذا دارت بهم بصائرهم في معاني الآيات، ويتأملون معجزات محمد يزدادون بإيمان ويقين. هذا بداية، إذا تم ذلك شاهدت منهم القلوب والبصائر أسرار الذكر. والثانيين هؤلاء الصنف المحجوب البعيد كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، مساكين حتى نعيم الدنيا حرموه. هؤلاء تتنعم أرواحهم وهم في الدنيا يعاينون أسرار الذكر وجمال الذكر ونور الذكر، ويدخلون حظائر الذكر. لذا النبي يقول لنا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فلما أدرك هذا الحقائق مثل سيدنا داود جعل في دعاء يقول ربي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من دونهم فاكسر رجلي عنهم حتى لا تجاوزوا. ها ورأينا هؤلاء الذين أدركوا بأعينهم وأسماعهم شؤون الذكر، لم تكن أعينهم في إغطاء عن الذكر وكانوا يسمعون، يقولون مجالس في الدنيا جلسناها مع الصالحين وأهل القلوب، لو في تلك الأحوال وقف سيدنا رضوان على الأبواب يقول تفضلوا قوموا ادخلوا الجنة ما قمنا، لما ينازل أرواحنا في هذه المجالس من نور المعرفة بالله والقرب منه. ها؟ ما تسمع الذين تلذذوا بمناجاة الله في الليل يقول إن كان أهل الجنة في الجنة على مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب، إن كان يحصلون مثل هذه اللذة والراحة والحلاوة ينحصلها مع ربنا في الليل فالعيش طيب في الجنة، إن كان ما حد ما تنفع الجنة. ها الله أكبر.
سمعت النبي يقول دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك يا بلال. تعرف معنى البارحة؟ البارح يعني البارح بلال كان في الجنة، ها، فسمعت دفن عليك، في لفظ فسمعت خشخشتك أمامي بأي شيء. قال أنا ألازم الطهارة والصلاة، ما أحدثت إلا توضأت ولا توضيت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. هذا أرجع عمل عملته في الإسلام، يعني دائما الحضور مع الله، أذكر الله، أحب الذكر، ها، دائما إذا حدثت وتوضأ توضأ صلي مع الله دائما. لكن شوف المحجوبين، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا، مشيرا إلى المصيبة التي تحل في قلوب من أراد الله دخوله النار وبعد عنه تعالى، وهو كرهته للحق وأهل الحق. العرب يعبرون، إذا واحد يستثقل الكلام واحد وريته يقول أنا لا أستطيع أرى فلان، أنا لا أستطيع أسمع كلامه، ما أقدر. وكانوا لا يستطيعون سمعا، عندهم النبي، عندهم الصحابة، عندهم أهل البيت، عندهم الصالحون، عندهم العلماء، ما يحبون كلامه، ينفرون منه، لا يستطيعون سمعا، فلا يهتدون إلى المعاني العظيمة والحقائق الثابتة في كلام العارفين والصالحين وكلام الحق ورسوله أبدا، لا يستطيعون سمعها لأنهم ما يحبون التأمل فيها ولا أخذها باهتمام ولا بمحبة ولا بتكريم أبدا. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعها. أو من وفي الذين اهتدوا به أنزل الله، بداية سبب النزول سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب أسلموا فأنزل الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال لسادتنا الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به، ألم آتكم مهزومين فنصركم الله بي صلى الله عليه. قالوا بلى، المن لله ورسوله يا رسول الله، المن لله ورسوله. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أفحسب أي بمعنى ظن، أفحسب الذين كفروا ظنوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ناس عباد لي يخضعون لي ويخشعون لجلالي، وتقرأنا في الصلاة أولئك الذين يدعون، من مثل اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقول المسيح بن الله، أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم يتقربون إلى الله، هم يعبدون الله، هم يفتخرون بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أيهم أقرب؟ قال هم يبتغون الوسيلة إليه ويتقربون بالأقرب منهم إليه، هم مقربون كلهم ولكن يتقربون بالأقرب. فكيف أنتم تتخذونهم آلهة من دوني؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيء، قال الله سبحانه وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فينفعهم ذلك أو لا أغضب عليهم ولا أعذبهم؟
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فيكون هذا نافع له أو ينجون من عذابي أو أني لا أغضب عليهم؟ بئس ما ظنوا. كيف يكون هذا؟ قال وفي قراءة عند بعض الصحابة أفحسب الذين كفروا، يعني أفكافيهم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أيظن أنه يظنون كافيهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هيكفيهم هذا أو يكفيهم هذا الخذلان والبعد عن الرحمن؟ قال عاد وراهم العذاب مقبل، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يظنون أنهم يعبدون ما شاء من كائناتي ومخلوقاتي وأن هذا بينفعهم؟ قال لا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد بالقرانة في الصلاة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما نفعهم الشركاء، وألقوا إلى الله كلهم يومئذ السلام استسلموا وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال أيظنون أن ذلك نافعهم أو منجيهم من عذابي وأني لا أغضب عليهم؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا من العدة والإعداد، الله وكل يعد على قدر قوته، وهذا إعداد الجبار جل جلاله. كل فتعجب فيه إذا قال وعدت لهم جنات تجري من تحت الأنهار، عجيب، هذا إعداد على قدر العظيم. لكن إذا أعد عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ما شيء عذاب مثل عذابه والعياذ بالله تعالى، لأنه كل على قدره، وهذا إعداد رباني. قال الله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها، وأنت تشوف يصلحون فندق أبو 5 نجوم أبو 6 نجوم، يصلحون إعداد على قدرهم. خلي إعدادات الخلق بصلح أنا دار ضيافة. قال الله للمؤمنين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. والكفار قال إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي نزل هذا؟ النزل ما يهيأ للضيف، ها؟ وإيش من ضيافة هذا؟ النار. هؤلاء هم ما تصلحهم ضيافة إلا النار، لأنهم فتحنا لهم باب الرحمة والكرامة، عاندوا وجحدوا وتكبروا، ما لهم إلا النار، فالضيافة حقهم النار. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم تمام، في بشارة؟ قال بعذاب أليم، هذا ما هو بشارة، هذا بشارة بالعذاب، تبكيت زيادة. ها في النار يطعمون طعم الزقوم، اسمه في حلوقهم، يغصون يستغيثون بقوا ماء، وإن يستغيثوا قال الله يغاثوا، تمام، يحصل الغضب يخرجون بماء كالمهل يشوي الوجه، هذا غياث، هذا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من حرارته، إذا قربوا الإناء اللي فيه الحميم هذا يفور عند وجهه يشوي الوجه من شدة غليانه، ويسقع، كيف يسقع هذا؟ إذا سقي يقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء، وترجع على طول مشان ثاني مرة تقطع. اللهم أجرنا من النار، لا نعيم مثل نعيم الله، وهو يعد بقدرته وعظمته، ولا عذاب مثل عذاب الله، وهو الذي يعد بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى.
اللهم اجعل مآلنا عندك الجنة. قال: إنا أعتدنا للجهنم للكافرين نزلا، محل الضيافة. ويأتي النزل بمعنى المنزل وبمعنى المكان، يعني مكانا ومنزل جهنم. ويأتي النزل بمعنى ما يعد ويهيأ للضيف، النازل، النزل. تجد بعض العرب يسمي الفنادق نزل، وأصل النزل الضيافة، ماشي فندق يروح ياخذ مقابل، مولا هذا لا بيع، هذا بيع وإيجار، ما هو نزل سواء. قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظلموا. هذا انتهى علينا الوقت، يكفي. رزقنا الله الادكار والاعتبار والاستنارة بهذه الأنوار. يقول: الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وأن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يخلد في النار. يقول: إنه لا يموت ميت وفي قلبه مثقال ذرة من كبر إلا سلب الكبر ما بقي عنده من الإيمان. فإذا بقي الكبر إلى عند الموت يسلب الكبر ما بقي من الإيمان، فلا يبقى إيمان مع الكبر. ولكن إذا عنده ولو مثقال ذرة من إيمان فتدفع عنه الكبر فلا يموت متكبرا. يقول: الذين فيهم صفات من صفات النفاق ليخرجون من النار. الخروج من النار لكل من مات في قلبه إيمان. صفات النفاق منها عملية ومنها اعتقادية، أما الاعتقادية فهؤلاء أصحابها مخلدين في النار، صفات الاعتقاد وهو الكفر. وأما الصفات العملية من مثل كذب وإخلاف وعد وما إلى ذلك، لا، فهذه قد تكون مع وجود إيمان. فإذا مات وهناك إيمان محفوظ ولو مثقال ذرة مات عليه فيخرج من النار، ولكن بعد عذاب لا يطاق. حتى تطيق دقيقة واحدة إن بتجرب بنعرض لك نار الدنيا، نصلح لك نص دقيقة كذا بس، خلاص 20 ثانية. إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ هلا من حق الدنيا هذا 20 ثانية؟ إيش 20 ثانية؟ خلاص 10 ثواني بس، 6 دقيقة تقدر؟ 6 دقيقة؟ إيش 6 دقيقة؟ ولا 6 دقيقة بتلصي في نار قليل غاز، 6 دقيقة أنا بموت وستة معي حتى، ولا 10، 6 دقيقة ما تطاق. فكيف بنار الآخرة؟ اللهم أجرنا منها، اللهم أجرنا منها، اللهم أجرنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن، ويحشرنا في زمرة أهل القرآن مع نبي القرآن، يخلدنا في الجنان في أعلى الجنان، ضمنا في سلك الصالحين أهل الطهر عن الأدران. سر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.